فحطينا سكادوش باق و نجد. لا ما يبي يلعب على ستريم. ما أعرف يمكن زي مجيد. آه. والله. الحين وبه نستعين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. كم فيور عندنا الآن؟ عندنا صفر مكعب. يعني قاعدين نكلم بعض ثلاثتنا بس. لا عشان اللي حطيناه على يوتيوب تعرف زي ما حكينا نحط كل الفيديوهات على يوتيوب. تحطون بس التوب 8 صح؟ لا كلها. والله؟ احلف. صدق تحطونها؟ على طول تروح لايف على اليوتيوب. على طول يصير فيديو. كيس علينا. اوكي اوكي صدقتك صدقتك. الزبدة عندنا سكادوش. وعند هذا ترى صار ما ادري ايش سوى سبند لليوتيوب اكاونت ساد والله سكادوش وايش ليش قعدوا في الكراسي الغلط سكادوش اي بدلوا كراسي وات لا قاعدين ماكن غلط نقدر نبدل ايش فايد محطوط بلاير 2 طيب هذا بلاير 1 عنده انت اللي غلطت بالاسم غيرته توي الكلب لا دقيقه بس الاسامي صح عندكم كيف يعني صح؟ الكاميرا تهم. يا خلاص عندنا سكادوش وآش. سكادوش أظن يلعب بيتش إلا إذا غير. يلعب واريو. سامسورا السعودية. يلعب واريو سامسورا. لا انا قصدي هو سامسورا السعودية وعندنا اش قاعد يلعب فيري يعني صراحة ناشونال جيم ان واتش ليتس جو باك اير ضد او بي اوت اوف شيلد جايين يسوون باتن تشيك اوكي اوكي ما الومهم الصراحة لازم الكانسلز والله اوه طلع مو طلعت صادق لا مستحيل صح؟ لا باتن تشيك ما اعرف اذا هو باتل تشيك ولا لا لانه مو جيم ان واتش بس بس يعني يسوي اشياء او نو بل شوف هشام طويل بس ما جاء اسلم عليه صراحه زعلان لو حنا ما سلمنا عليه زعل بس صدق والله اي والله عجيب هذا الاثبات هذا الاثبات ان الحياه فيها دبل ستاندرد كيف تدري احد يسمعني ولا ما يسمعني مسمينها زلده كده صوتي واضح كده يا ساتر الحين اعتقد بدأوا الماتش الصجي يلا بسم الله نبي شو الله سلو موشن نايس شوف نفس البوتن تشيك ايوه نير ثانيه لبس زين هذا هشام جاء لاني انا قلت له يجي جاي يلعب سمع كلامي كفو والله اوه فورودير نايس اوه ابي طبعا افضل حركه باللعبه بيسكلي داش تاك لا 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 والله ما يسوي له فنش اسمع طاد داونير وكمل عليه باك داون تلتي ذي اللي حقت السجاد لا حقت بيتش يوم جيم اند واتش سوى داش تاك يمكن كان يبي يسوي داون تلت سوى داونير بالغلط اوكي هل ذات اب بي او يقدر يسوي اب بي اصلا صح؟ فيش عنده جود اب بي اوف شيلد ما ادري يمكن ما يقدر يسوي بانش بس لان داشتاك اوه ماي جاد نايس اذكر داشتاك حقت يعني جيم ان واتش مره زينه يعني اولموست انبانشبل فزين اوه نقدر نسمع اصوات الحين طبعا ترى القنبله ذي حقت جيم ان واتش اذا ضربتها ما تنفجر ايه فيعني المفروض ما يخليه ياخذ راحته ويقطط عليه بومز هذه اوكي ديد او ماي جاد ذات باك اير بوسبلي ثاني افضل حركه باللعبه بعد الابي حقت جيم ان واتش اوكي ابي جيم ان واتش اقوى من بعض التكترات والله فاكس ما كلامك صحيح للاسف يعني بس على الاقل ما تذبح اظن اقدر اسفهمها بينما ضدي يزق وينتهى بس والله يا اخي
اول مره اشوف جيم واتش ما ياخذ راحته. يعني العاده جيم واتش تعرف تشوفه يضغط ازرار، يعني مو بسبامينج بير سي، بس انه هو هذا القدره هذه. اتوقع دي اي غلط، اتمنى دي اي غلط. نازلك طريقه غريبه راح كذا صح، يعني داونورد. انا نو مين يسوي بريشر على الشيلد فير بيتش؟ اظن ماكس ديستنس ترى اوكي حتى ابي جيمينج واتش. لا شوف هنا هذا هذه اللي ما تقدر تحكم عليها يعني. اونلي بوتنت موف هذه، يعني ماسل ميموري از ماسل ميموري للاسف يعني. اوكي ما صار لبيري، أسوأ شيء بسماش حرفيا كسر كنترولر. ثاني مره يموت بالباك اير. ليتس جو 3 اوت 3. والله سو اير دوج يعني هناك ها. اوكي اوكي مكتب يعني ابي وسط الداونين حق بيتش ملتي هيت فور جاد سيك، لانها احسن حركه. واتس ذا بوينت اوف ملتي هيت اللي يقدر يطلع حركته بين حركات في شخصيات واجد. طيب ترى مو بس هو اظن جست سو هابز ان هي از ذا بيست ون يعني او ذا بيست تول هالناحيه. لا ما يموت ابي. اوكي والله ذا سو ريسكي ما كان يسوى. ضبطت. ما كان سويت سوات. شويه ثيرستي نوعا ما. واو شفت اللو بروفايل. لتسوي مره ثانيه. الستريم اديتر حقنا عندنا تحيز بس بنسكت. مات؟ ما اتوقع. لا اوكي صراحه ما اعرف ولا شيء يسويها الشخصيه فاسوم بس. اوه بغى يطلع عليه السجاده. السجاده قويه مره والله مره كلي توديك ولا مكان. اوه لا 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 نايس داش تاك تذبح. واحد صفر اجين. لو طالع عندك اكشلي ما ادري اذا يمدي يشوف. ما اظن بغير شخصيه ولا didn't seem that bad صراحه. لا. بس طلعت ترنب اكثر مو قاعد تسوي بريشر بتيرنب. بس يا اخي عنده داون بي جيم ان واش تسوي ريفلكت ترنب. دائما انسى انه تسوي ريفلكت لانه كان يحتاجها فهمت، ما كان يكفي انه يشفط كان يحتاج انه تعكس. اندرستاندبل. لا تعكس وتشفط لو سمحت. انا ما ادري كيف تعرفت. هذا اللي بيعرفه. نو كومنت. ما راح بوكيمون ستاديوم. اوف والله سالم قاعد يمشي مشي خطيره تو. وش ذا اكتيفيا ولا وش هو حرفيا مش هنا عشان يشرب لبن قدامنا. انا مره انتميديتد والله. يمكن صراحه بيج باور موف. اوكي نفس الشخصيات في مايك. فيعني حتى لو ما كان في مايك سالم لو سمحت please فاملي فريندلي بالنسبه لنا مش بالنسبه لك. نير أبير ما تذبح الحمد لله مو بسماش فور. ذكرت روزالينا سماش فور. الله وناسه صح. لما يكون مو ضد مدرة. لما يكون مو وناسه. لما يكون مو ضد ايش؟ مو ضد مدرة. اي وناسه طبعا دق تحية لازم شجع. بس هذا وايز. الحين مو مفروض هذا ثلاثة خمس شخصية بالجيم. اهو هل هو ثالث خمس شخصية؟ ما اظن. بيتش هو جيكري بف هو الثالث والله؟ ما اعرف حتى انا ما ادري. صح والله سكورتر خفيف يمكنهم تايد فور ثيرد. نزل الستيكر حق ابو سعود ذاك ذا هيدن ستيكر. واو صح انا مو براضي على هالشيء. بس عموما
طبعا سبام باكير لما يموت جيمن دوتش ذاتس اول يو كان دو داش تك والله زينه حق تويتش تذبح باك ثرو عندها اي عندها هذه برد تذبح او ماي جاد او بغى يموت اي اخ مان صايخ سوى نوتل قتب انضرب بنير قبلها شو اسوي؟ لا يلعب اللعبه شل اليد نايس بومز اوفر اوه يا رب ينزلون ليتس جو اوكي ذات واز نايس باك اير اوكي هذا 30% يايكس اعطاه كرسي مليدي الاسطوره نير يب ليه ما يسوي أبي؟ هي مو بنير أبي نير أبي صح؟ أنت لعبت الشخصية أسبوعين ما أدري ثلاث أسابيع فقل نايس ليش ما هو قاعد يموت؟ أوكي والله يبي له هي abuses this actually نايس لا تقول ولا شيء سالم لا تقول ولا شيء لو سمحت شبي حباب وش اسمها التن بالقوية ستيتشي ستيتش ايه جات شو ايه كده خبط فيها 33% خذ لك الدوت اي 15 صح نايس اه افتح تويتشات هذا فارس اه اوكي في احد قاعد يكلمنا سكدوش عنده مترمين ومروق في واحد عندك كرش عليه هذا فارس he does fair maybe happy for you guys شكرا he does fair maybe because of the pushback game and watch is weak against strong pushback moves اه هذا ليش يقول لك يسوي fair على الشيلد يعني عشان يسوي pushback بس قاعد ينخبط كل مره يسويها اللي يقول سكورتر از ذا ثيرد اوكي صابان داي ببراكت لا ايش انت ماث ذا مان مجي فارس انا فيصل انا عارف انك انت ماث ذا مان اوه واو ليتس جو كدوش ايش انا اعطيت نفسي ليفل اي 1 1 حبيت خالد اكثر يوم one كان one. النكلم حقه كي 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 نايس نايس انا بس مثل كي يا فيصل يا حبيبي اقسم بالله عارف ان انت عارف ان انت الكينج بين عارف ان فارس ما ثمان تزف علي هذا تورنمنت اسبوعي ولا لا اي اسبوعي راح باي ويكلي اسف مش اسبوعي يعني الاسبوع الجاي ما في بطوله بس الاسبوع اللي بعده في بطوله انت قلت لي اخذ مكانك ولا اوكي قلت لك باي ويكلي شفتك تسوي كذا كذا ما ادري وشو ساين لانجويج هل يقدر يسوي مقابلات مع اللي يفوزون؟ نقدر نسالهم على الجيم وليش كان اسمهم كذا؟ اذا فازوا الاسم المعتاد اهم شيء مو بهذا السؤال انت متى كان اسمك كي كي كي؟ لا مو اه نايس بعدين حول تو كيز بعدين حول سكدوش بس هو لونه نوعا ما يعني بشره داكنه فكيف؟ انسايدر ما شفت ما كان اسمه ها انكل راكس نايس سالم سالم كل اسبوعين يعني اي نعم كل اسبوعين شبي فيصل شوي في عينات يا اخ فيصل الزبده راح فان ديستنيشن اوه ماي جاد مستحيل ما يسمعون اوه هذه اوه هذه زينه ترى 60% اي ثينك نايس 16 صح تقريبا ايش في قصك الهيت لاج اي وهذا ما وصل الجراب انا مره عجبني انه بالتيميت الجراب صار رينج مره معفن سوري اوه نايس باك وش ذا ستوك اللي راح سريع سريع
والله الادابتيشن حق سكدوش صراحه مره زين اوفر ذا توب مره. بعدين احس ما يعني اكسكيوز اللانجويج لكن ما احس قاعد يسوي سبام كفايه اش ليش سماشات يعني فهمت يعني الداون سماش والاب سماش عايز هيز نوت ابيوزينج ات انف يعني صح ان البرسنت الان ما يطمن بس يعني اشوفهم يسوون اب سماش على 0% سو اوكي اوكي ذاتس نايس جود ستارت. كيف على كومباك ميكانيك اجلود فليقني لو يسوي واو سلك بعد ما سوى الجراب اوكي والله شباب حامين استهبل كان قاعد يكثر ربي شوي قاعد يسويها حتى وهو مو بعنده يعني هو مهما يحاول ما يقدر يفوز ضد الفور دير حقت بيتش فلا يحاول يتحداها كل مره يروح له بالباك اير وتجيها بيتش ادد زي الأبو إذا ضرب طاقية عرفت؟ ذبح الفورو دير ما شوف شو سوى كأنها مرة قوية إيش سوى؟ بس فير ومات نايس برو بس هي رقت فوق أنا شفتها ترقى فوق شوية ما سوى سويت سبوت يعني شيم كان فوق يجرب الهمر واو مو كونسور لسه give him a couple more years bro trust up here okay nice oh يا الله قاعد نص ساعة ينزلوا بعين صفقة nice يستهبل وسعود اسكت بس واو مين قاعد يكلمك مره قل له حبابي كلمك انت انا مالي خلق ما اقدر ارد عليه وانا اسوي كومنتري مو مالي خلق ما ادري وش يبي فرعون وميجا فروغي قالوا او فرعون قال ما يبي يلعب على ستريم honestly if Ash uses nair more to counter Peach's aerials things would be more easier yeah I guess لان يقدر يسوي نير من تحت صح I guess النير الهيت بوكس حقها كذا صح ايه فمو لازم يتحدى الفور دير الفور دير مشكلتها هوريزونتالي يعني although it is good vertically بعد شكله شوي اوه ماي جاد نايس ليتس جو افضل حركه باللعبه بيسكلي يعني ثاني افضل ثالث افضل راوند ستوك لا ابي افضل حركه شويه بدا يكثر فور دير الاخ سكادوش واو ماتي هيتس الاريال اللي تعطيك هيتس زياده يعني سويت لاندنج زي نير شو اسمه بايلن مره اندر ريتد كيف تعطي هيتس زياده؟ اذا سويت لاند في هيت اخير بس اذا سويت لاند؟ اي والله مين احد غيره؟ انه ينبطح كذا اوكي 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 البير حقت هذا فيها الباكير اوكي 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 اوه ماي جاد اوه ماي جاد اوكي زبده كان عايش على الحافه الحبيب او اخذها دو سمثينج قاعد يخاف واجد بالشيلد اوكي باك اير نايس هاي ستارت اوكي يا دام ذات از سو جود ليش سوى مره ثانيه اوه ماي جاد ليتس جو اوه نايس يا ايش صار بيست دي اي ايفر Let's go, the eye boys. Will it? Okay. جاك الدكتور دكتور أبو سعود. AKA النرد اللي ما عنده شيء غير سماش. بالضبط النرد اللي ما. What was that? Oh, angle, nice area 51 والله. عسل. Hard luck. Oh. كنت طالع هناك معليش. هارد لك لكدوش لكن تحصل